هذه القضية اتفقت في السودان، نقلها لي أحد الإخوة، قال إن فلانا أعرفه ذهب إلى التبليغ في السودان، ينقل أن رئيس العشيرة الفلانية، أكو عشيرة كبيرة، هذا الرجل متشدد متعصب إلى أبعد الحدود. هذا الرجل في يوم من الأيام أعلن تشيعه. لماذا؟ يقول ليلة من الليالي كنت في عالم الرؤيا وإذا بي أرى أن القيامة قد قامت مثل ما هو مكتوب في الكتب، الناس يموج بعضهم في بعض، الشمس على مقدار رمح واحد، حرارتها موجودة، نورها مو موجود، وذلك الوصف الذي نجده في الكتب. وأنا متحير، ماذا أفعل؟ ما هو المنجى؟ ما هو الخلاص؟ يقول وإذا بمناد ينادي غضوا أبصاركم لتجوز فاطمة بنت محمد. إحنا عندما كنا نسمع هذه الرواية من الخطباء هكذا كنا نظن، غضوا أبصاركم هذا أمر تشريعي، يعني فد أمر أنه غضوا احتراما تبجيلا ليلا. يقول أنا في عالم الرؤيا رأيت أن هذا مو مجرد أمر تشريعي، هذا أمر يرتبط بواقع تكويني. ما نقدر ننظر، ما نتمكن، يعني مثل ما إحنا الآن ما نتمكن أن ننظر إلى الشمس لشدة نورها، واحد يقول لا تنظر لأن ما تتمكن. هكذا كان نور فاطمة. النور غمر أهل المحشر وجاءت فاطمة صلوات الله عليها وعبرت على رؤوس الخلائق إلى الجنة. ثم نادى مناد، أين الشيعة فاطمة؟ يقول وإذا بشيعة فاطمة صلوات الله عليها يلتحقون بها في الجنة. ثم نادى مناد، أين أعداء فاطمة؟ سماهم، أخذوهم إلى المكان الذي يجب أن يؤخذوا إليه. يقول إحنا عمر عايشين على أمل هؤلاء ونعتقد أن هؤلاء كذا وكذا، وإذا بهم كلهم أخذوهم. يقول أنا